السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية. نبدأ مع صحيفة أخبار الخليج، حيث أشارت إلى أن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد على أهمية مواصلة الدفع بمسارات تطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال إطلاق البرامج الرائدة والنوعية التي تسهم في رفع جودة حياة المواطنين. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى أن مركز الجينوم الوطني يمثل أحد المشاريع المهمة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على مستقبل الأجيال القادمة. لفتت صحيفة الوطن إلى أن جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل نظمت فعالية ماراثون للتوعية بالتوحد تحت رعاية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. وبهذه المناسبة أكد وزير التنمية الاجتماعية حرص واهتمام الحكومة بتوفير أفضل عوامل الدعم لاضطراب طيف التوحد، الأمر الذي يعكس تقدم مملكة البحرين على صعيد رعاية وتأهيل هذه الفئة واحتوائهم بكافة أشكال العناية اللازمة ليكونوا أفرادا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم. أشارت صحيفة الأيام إلى أن سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أعلن عن إغلاق باب التقديم للمشاركة في الدورة السابعة من جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، حيث بلغت الأعمال التي تقدمت للمشاركة في الجائزة 319 عملاً في فئات الجائزة الأربع. وأشار سعادته إلى أنه تم تشكيل لجنة من أصحاب الخبرة والاختصاص للنظر في الأعمال المتقدمة وتقييمها، ومن ثم إعلان أسماء الفائزين بكل شفافية ووفق المعايير التي تحكم عمل الجائزة. ننتقل إلى الصفحة الاقتصادية لصحيفة أخبار الخليج، حيث لفتت الصحيفة إلى أن سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أشاد باهتمام ودعم صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله بتأسيس سوق دائم للمزارعين كمنصة نوعية لتشجيع وترويج المنتجات المحلية للمزارعين البحرينيين. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير في سوق المزارعين الدائم بهورات عالي للاطلاع على المشروعات التي يقدمها التجار في سوق المزارعين الدائم. لفتت صحيفة البلاد لأنه تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين أقيمت النسخة الثانية من مهرجان إنجاز البحرين للشباب بمشاركة شركة طلابية من مدرسة نسيم العالمية بمشروع أمانة الذي يهدف إلى تمكين أولياء الأمور من متابعة سلامة أبنائهم أثناء استخدام الحافلة المدرسية، حيث تم اختيار مشروع أمانة ضمن الفرق المتأهلة إلى مسابقة الشركة الوطنية 2022-2023 والتي ستقام في يوليو المقبل. نقرأ من صحيفة البلاد مقالا للكاتب أسامة الماجد بعنوان مملكة البحرين العطاء في السلام والتعايش والميزان العادل، فإلى سطور المقال. إذا أردنا الوقوف على كل إنجازات العصر في مجالات الفلسفة والأدب والعلم، ينبغي أن نقف أيضاً على إنجازات العصر في مجال حقوق الإنسان والتعايش السلمي والدور الطليعي الرائد الذي يقوم به سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
فالبحرين أرض الحضارة والتسامح، تقوم ببناء الإنسان الروحي والثقافي، وأصبحت المورد الأساسي لثقافة التعايش بين مختلف الأجناس. ويأتي إعلان البحرين للتعايش السلمي في القاهرة استكمالاً للجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في نشر رسالة السلام وخدمة الإنسانية. أشارت صحيفة الوطن إلى أن وزارة الأشغال انتهت من إنجاز أكبر أعمال صب لقطعة خرسانية ضمن أعمال إنشاء قواعد النفق الخرسانية عند تقاطع جامع الفاتح، حيث استغرق صبها 12 ساعة متواصلة. وقالت الوزارة أنه تم إعداد خطة متكاملة لضمان إنجاز العمل بشكل متواصل، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. لفتت صحيفة الأيام إلى أن الجمعية البحرينية لتنمية المرأة اختتمت برنامج عافية الذي أطلقته خلال شهر ديسمبر بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة واللجنة الأولمبية البحرينية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وأكدت الجمعية على أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والقطاعات في مملكة البحرين لتظل جهود الحملة الوطنية المجتمعية التطوعية السمنة تليق به مستمرة في مكافحة السمنة داخل وخارج مملكة البحرين. نهاية برنامج صحافتكم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. دمتم في رعاية الله.